السلام عليكم اخوتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكون على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السمك الراية اللي حضرته بطريقتين. الطريقة الاولى درته في الفران والثانية قليته. بالنسبة لهذا السمك صراحة رائع رائع، خصوصا انه ما فيه حتى الشوشوكة، يعني نقدروا نعطيه لوليداتنا وخا يكونوا صغار، يعني نقدروا نعطيهم لهم وبعينينا مغمدين، يعني ما عندناش نخافوا حيت اصلا ما فيش كاع الشوك. وبصراحه يعني تيكون بنين. ورافقت مع هذا السمك فريت وشلاضه، وديك الساعه يمكن تزيدوا اي حاجه. ومع كيفاش تغسلوه وكيفاش تحضروه، وتابعوني ان شاء الله وما يكون معي الخير ان شاء الله حبايبي. نبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة كناخد الراية ديالي كنغسلها مزيان، كتغسلوها مزيان حتى تكون مسخة، تكون فيها واحد الريوق. وكنجي جيت الراس ديالها كنحيد جوانب ديالها بهذا الشكل، صافي حيد الجوانب ديالها. دابا نجي نحيد الراس ديالها، كتجيو من هذيك الجهة، هو راه كيكون متراسي، يعني الراس ديالها تيكون متراسي. يمكنكم عاد تقلبوها وتتبعوا الطراس هذا وتحيدوا الراس. هي بصراحة في الغسل ديالها سهله شويه، ولكن اللي صعيب هو من اللي كتحيدوا الجلده، الجلده اللي كتكون في الظهر، يعني سهله يا ربي اللي كتكون في الكرش سهله، اللي هو صعيبه هي اللي كتكون في الظهر كتكون قاصحه. دابا حيدت الشوال ديالها، فرقت الشوال على الحوته، كنحيد داكشي ديالها اللي تيكون امعاء كنحيدهم. وكنغسلها، كاين اللي كيحيد الشوال كاين اللي كيرميه. انا ما صراحه ما رميتوش، يعني خديت منه لا عيط ياخد. صافي كاين اللي كيبقى كيخلي عاه الطرف هذا وشي لاخر كيترمى. انا صراحه ما رميت كلشي، يعني خليت الطرف باقي مزيان. ودابا كنزول الجلده كما قلت لكم ديال الكرش، دغيا كتحيد دغيا كتحيدها بكل سهوله. ديال الظهر بصراحه هي اللي صعيبه، صراحه هي اللي مرتتني شويه قاصحه. ونصيحه اللي نعطيكم، الا بغيتو تغسلوا الحوت بغيتو ديروا الليقات، هذوك الليقات اللي كيكونوا لاصقين على اليد ديروهم، حيت انا بصراحه ملي نقيت الشوال داك الشوك ديالو شويه خربش لي يدي، تخربشات شويه، ولكن معليش ماشي مشكل، من بعد كيتحيد داك الشيء. المهم اللي كيحب يغسل الحوت بالليقات يدير الليقات. انا صراحه ما كانش عندي ما درتهمش، كما قلت لكم العذاب مع شويه مع هاد الجلده الفوقانيه. ها كيفاش كنزولها، يعني بشويه بشويه تتحيدوها. بعد مرات كناخذ الجلده كنلويها هكا في السكين وكنجر،
هانتوما حبايبي، يعني كتحاولوا معاها بشويه شويه تتحيد ليكم. كاين اللي كتكون الرايه ديالها الجلده شويه رطبه دغيا كتحيد، هذه شويه قاصحه حيت الرايه كما كنعرفوا كاين انواع كثيره. كنحيدو شويه بشويه، المهم في الاخير غادي نحيدو الجلده، هذا هو الاهم. بشوية بشوية نحيدو الجلدة. وانتم اخوتي كما كتشوفوا مازال مقاتله مع هاد الجلده بحال اللي كنصلخ شي بقره. والله هايله. باقا هادي عاوتاني نتقاتل معاها تتحيد حتى هي، نغسلوها شويه نقيوها او نكملو في الصليخ صلخو في هاد البقره هادي. دابا قطعتها تنقطعها عاد نكمل الصليخ. صافي قطعتها، دابا نحاول عاوتاني نحيد الجلدة من هذيك اللي باقا، كلشي يستغسل. كما قلت لكم احبابي الغسيل راية ساهل، الحاجه اللي فيه شويه صعيبه هي هاد الجلده هذه الفوقانيه، هي اللي بصراحه كتكون شويه صعيبه، ولكن ماشي في الراية كل شيء، يعني تنظن انا عشي وحدين اللي كتكون الجلده ديالهم قاصحه. المهم كنبقى بشوية بشوية حتى تنحيد الجلدة، كيما تيقولوا لي بغا العسل يصبر قناص نحل، حنا بغينا زعما ناكلو رايح حنايا معذبين معاها في هاد الجلدة هادي، واش غنديرو؟ حاجة ما سهلة، الحمد لله على كل حال. هوا أخيرا سالينا هاد الجلدة هادي، هاد البقرة هادي كنسمي على البقرة. هو دابا نجيو للشوال، هذا كان اللي كيسيب هاد الشوال، انا ما سيبتوش حيت باقي فيه اللحم حتى هو سلختو كاين على الصليخ، حيت منو شي طروفه وشي لاخر سيبتو.
والشوال ديالو جلدة الفوقانية اللي قلت لكم ديال الظهر فيها الشوك شوية، تتقصح شي شوية، ولا درتو الليكا تقدروا ما تحسوش. المهم بغيتو تسيبو نتوما هاد الشوال سيبوه، انا ما بغيتش نسيبو حيت باقي فيه اللحم، كاينش علاش نضيعو اللحم. لي عيطت المراني رميته بحال الراس، بحال هاد الكشي اللي معي تحتاج. صافي خديت هاد الطرف هذا، هو باقي يعني باقي فيها اللحم، مش علاش نسيبو ونزيد عاوتاني ناخد شي طريف اخر. لو صراحة كون ما كانش في داك الشوك شوية ماضي يكون كملته كامل، ولكن صافي داك الشوك شوية ماضي ما كنت ناخد عليه عن ناخده. صافي صافي شي الاخر سيبته، خديت على الطرف يعني ما سيبش كل شيء، سيب شي شوية. صافي هنايا كنغسل الراية ديالي، ثم طروفة قطعت طروفة، هادو هما غادي نقطعهم. غادي نغسلها مزيان، غادي نعصر عليها الحامضة، أنا درت جوج حامضات. صافي خليها ترقد شوية ونديرو في الشبكة تسقطر. المهم ملي تسقطرات الراية ديالي تخديت واحد شوية الملح ودرت شوية الكمون، ودرت شوية القزبر يابس، ده شوية الفلفل الحار اللي ما كيحبش الحار بيستعملوش. صافي استعملتي الكمون والقزبر يابس والملح والحار، صافي هادشي اللي استعملت. صافي كنشرب الحوز ديالي وفرقته على جوج اللي غنقليه درتو في الطبسيل، واللي مع اللي عندي في الفران زدت عليه شويه الزيت، وخديت الطاوه ديالي دهنتها هي بالزيت، وغادي نستف السمك ديالي الرايه في الطاوه وندخلو الفران يطيب. وهذا اللي عن القليه كندردرو في الطحين، تدرو في الطحين وغادي نقلي ان شاء الله. درت المقلة فيها الزيت كيسخن، كنزل الحوض ديالي في المقلة كنديرو باش يتقلى، دابا طاب الحوض ديالي. دابا كنقلبو الجهة الاخرى،
وها حبايبي ملي وجد الحوت كما راكم تشوفوا، هذا اللي مقلي وهذا اللي طيبته في الفران. بصراحة بجوجهم كيجيو رائعين رائعين. اتمنى هاد الوصفة هادي تعجبكم، ورافقت مع الأكلة ديالي الفريت وشلاضة، وديك الساعة اللي حبيت ترافقوا معاه رافقوا معاه. وهذه هي الوصفة ديال اليوم، نتمنى اخوتي تعجبكم وقبلوا عليا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم وخليتكم في رعاية الله. مع السلامة.